احنا الحقيقه مش طالبين دعم للصناعه، لكن احنا طالبين رفع الاعباء عن الصناعه بالذات الصناعات اللي فيها ميزه تنافسيه تصديريه كبيره علشان نقدر ندخل مبلغ كويس. جميل من جداً. ايه هي الاعباء اللي عايزين الاعباء يعني. اولا فرض رسوم مثلا وضرائب على المعدات الرأسمالية والاستثمارية والعربيات والمعدات اللي بتنقل وبتخدم ولا على جمارك وبتخدم عفاها وزير المالية مؤخرا بسبب تكلم بس في الملف ده في الاخر يعني. لا ما هو معلش عشان الراجل اللي بيسمعنا دلوقتي هو قال المعدات الرأسمالية اللي هي المكن وخطوط الانتاج هو عايز يعفيها علشان خاطر يشجع وزير الماليه المفروض ان عفاها انا فاهم ده انا قريت مؤمن بالصناعه والراجل هو يعني تقدم من تلقاء نفسه باعفاء طبعا بضوابط معينه باعفاء الماكينات او مستلزمات الانتاج اعفاء كامل بشرط انها خلال عام تبدا الانتاج على اساس انها ما تجيش يعني تباع او تستخدم في تربح مش للانتاج الصناعي. اتفضل. الحقيقه في اعباء غير مرئيه زي مثلا العملية دخول وخروج البضائع سواء لمستلزمات الانتاج اللي داخل او الخامات اللي او المنتجات النهائيه اللي طالعه للتصدير. الحقيقه ان اجمالي المبالغ انا يعني لو وزاره الماليه نقدر ناخد منها رقم اجمالي المبالغ اللي بتدفع رسوم ارضيات وغرامات لخطوط الشحن الدوليه 2 مليار دولار اللي احنا مبنى 2 مليار دولار طيب سنويا هل هذا ده تسريب من الناتج المحلي الاجمالي بتاعي والعمله الصعبه بتاعتي لخطوط اجنبيه ما بتدفعش ضرايب وعبء على الصناعه. انا بقول لك اهو طيب. هل هناك امكانيه ان احنا يبقى عندنا مصنع لا ما عنديش والله مصنع قاري قبل ما اذاكر يعني خطوط شحن دوليه خط شحن عربي مثلا او مصري. الحقيقه ده مهم جدا نفكر فيه حاليا. ليه؟ لان احنا مثلا عندنا فائض في الانتاج الاسمنت قد ايه؟ عندنا فائض عندنا اكتر من 20 مليون طن او 30 مليون طن لو شغلنا المصانع بتاعه الاسمنت بكامل طاقتها، لكن مشكلتها ما عندهاش ميزه نسبيه في التصدير بره مقارنه ببعض المصانع اللي موجوده في بعض البلدان الاخرى. عشان ما عندكش اسطول تجاري بحري لازم يعني لو عندك اسطول تجاري بحري دين الاسمنت بتاعك يروح افريقيا لازم النهارده المكونات الاساسيه. لو بعدين احنا بنتكلم دلوقتي بنتكلم دلوقتي ان احنا بننتظر يعني عمليه اعاده اعمار ليبيا بالظبط وبالتاكيد الدول العربيه احنا صدرنا سوريا والسودان عندي 30% 36% السنه اللي فاتت رغم وجود الجائحه، لكن دي من المصاريف والاعباء الغير مرئيه محتاج النهارده نبص لها. البيروقراطيه في اصدار التراخيص ايوه دي اللي انا عايز اتكلم عنها الحقيقه دي النهارده يعني انا كاتب في الكتاب ان عشان اخد رخصه بشكل عادي باخد 336 باخد سنه ونص ولا سنتين سنه ونص. صناعه مفتاح ال 100 مليار دولار هي خاطره التنميه ده 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 كتبها حضرتك وانا هو بعرضه للناس الحقيقه ده الناس تقرا نقرا انا نقرا لانه احنا عايزين نقرا وعايزين نفهم بحث رؤيه رئيس الجمهوريه السيد رئيس الجمهوريه ان احنا ما فيش حاجه مستحيله وهذا البحث يقبل. طب معلش انت قلت كلمه خطأ والاضافه يعني وتاليف يا دكتور كمال حضرتك قلت كلمة خطيرة دلوقتي ترخيص بتقول ان بتقعد سنة ونص عشان تاخد ترخيص في عموم في عموم ترخيص ايه يا دكتور كمان التراخيص الصناعية للحصول منين على يعني تطلع من ليه؟ جهة لان في مشكلة هيئة التنمية الصناعية ولا وزارة الصناعة ولا من هي مرتبطة بكذا جهة لكن هي اللي طبقا للقانون هيئة التنمية الصناعية الجديد هي جهة الولاية الوحيدة المعنية بإصدار مش الهيئة العامة للاستثمار لا في التنميه الصناعيه التنميه الصناعيه في 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 الصناعات او في المصنع انا راجل مستثمر جاي عايز اخش في صناعه الاطراف الصناعية.